FM. الكلمة ليك. فما أزمة بين القضاة. خلينا ما نحبش نفاق. مش تكلم بنفاق. رأي فما أزمة بين القضاة والمحامين. الأزمة ذي كانت مغطيها الدكتاتورية. بل كيف يعمل هذا وهذا سلوك غير معناها مشين. أيوة. أو نتسطروا بالدكتاتورية أو نازل علينا ولا كذا. لكن هاو تحت الدكتاتورية. وهاو فهمت اللي ثم نفوس مريضة. في شك معين زاد ما نعموش. هذا يلزمنا نعالجوه. والمعالجة تكون بي 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 أولا أنك تقر كونه ثم أزمة. وتقر كونه ثم مشاكل بين القضاة والمحامين. ونجلس إلى مائدة واحدة ونتحاور. يلزم. هذا أمر ضروري. قعدوش المسكنات هذه تعطي حتى شيء. هاي وقعت قبل شنو أعطها حلول معناها ترقيعية. هاو رجعنا نفس حلول عرجاء. ماهيش حلول. ماهيش أنصاف حلول. ثم حلول. كابا فان الكلمة ليك.